ويبتعدون عنه لأن حاله غريب وأمره عجيب. صار نبال يتجنب السير في النهار حتى لا يكتشف أمره بعد أن فقد ظله. كان نبال المزيف قد أخذ مكان نبال الحقيقي. ترك القرية وتقرب من الوالي في المدينة وحصل على وظيفة مستشار يمضي النصح له ويساعده في أخذ القرار. أما نبال الحقيقي فقد انتقل من مدينة إلى أخرى عارضا شهادته ورغبته في التدريس، لكنه طرد للسبب نفسه. إنه لا يملك ظلا وقد يكون شبحا. أقفلت في وجه نبال الأبواب فلم يعرف لأسئلته جواب. لما يحصل هذا معه وما نهايته؟ ها، ماذا سيفعل نبال؟ هل يستسلم لليأس أم يحاول استعادة حقه مهما الظلم طال؟ حسنا، نعود ونكمل حكاية لا تكتمل إلا بإصغاء الأحباب ولهفة الألباب. وكما طرحت السؤال سأعطي الآن الجواب. مضى نبال حزينا لا يدري ما يفعل وفي أي مجال يعمل. سار من دون هدف حتى وصل إلى ساحة يتجمع فيها الباعة. رأت إحدى البائعات، عرفته فورا، اقتربت منه وسألته: أنت نبال؟ أخبرته أنها ريحانة ابنة قريته. فتذكر طال بينهما الحديث عن ذكريات الطفولة وعن الدراسة. كذلك أخبرها أن شبيها له أخذ مكانه وأنه صار من دون ظل ونبذه الناس والأهل. تعجبت ريحانة ورق قلبها وأخذت نبال إلى والدها ليساعدها. كان والد ريحانة شيخا تقيا عالما بأمور الناس والحياة وخبيرا في حل المشكلات. شرح نبال للشيخ قصته من ألفها إلى يائها، فقال له بعد تأمل: حل مشكلتك أن تحضر قطا ضخما في حجم الأسد. تعجب نبال وسأله: من أين يمكنني الحصول على هذا القط؟ أجابه الشيخ: من غابة الأسود خلف جبل جلمود. احترس في كل خطوة فالطريق عسيرة والأخطار كثيرة. فقال نبال: أنا مستعد لعمل المستحيل حتى أستعيد ظلي وأعود إلى أهلي. وأخبره الشيخ بأن يصنع شبكة ضخمة من أوراق الخيزران الصلبة وينصب فخا للأسد يضع فيه الفئران السمينة. بعد أن شكر الشيخ مضى نبال يصنع الشبكة بمساعدة ريحانة ويصيد الفئران لتكون طعما للقط الأسد. ثم انطلق نحو غابة الأسود قاصدا جبل جلمود. لم يكن يتصور أن رحلته ستكون قاسية إلى هذا الحد، لكنه مضى عازما وبكل جد. بعد عناء ورغم الأمراض التي أصابته والأهوال التي روعته وصل إلى غابة الأسود ونصب الكمين وراح ينتظر وقوع القط الضخم فيه. لكنه انتظر طويلا حتى كاد يفقد الأمل. وفي ليلة باردة
بينما هو يأكل جذور النباتات ليسد جوعه. سمع دبيب حيوان قوي فسارع إلى أعلى الشجرة ليختبئ، ورأى الفأس الكبير في حجم أسد يقترب من الحصان لتأكله. وفي الحال شد نبال أطراف الشبكة وأغلقها على القط وعاد به إلى المدينة. دخل نبال على الشيخ ومعه القط وقال له: أحضرت لك الحل، فكيف سيعود الظل؟ هز الشيخ رأسه موافقا وقال له: اطلب مقابلة الوالي وخذ معك الغنيمة هدية له، فقل ان لديك سرا عظيما لن تكشفه الا بحضور المستشار نبال. وهكذا كان. حين افلت القط هجم على نبال المزيف لانه في الاصل ارنب، والقطط تحب لحم الارانب، فهرب نبال المزيف. واثناء هروبه عاد الى اصله ارنب ابيض له اذن سوداء. لم يصدق الوالي ان مستشاره تحول الى ارنب، وزاد تعجبه عندما رأى وجه نبال. وقبل ان يحكي نبال قصته للوالي جرى مسرعا الى الخارج ووقف تحت اشعة الشمس. ليس للحاق بالارنب الهارج، وانما ليتأكد بان ظله عاد اليه. عرف الوالي قصة نبال وكشف امر مستشاره المحتال، وامر بفتح مدرسة في قرية نبال وعينه مديرا لها. والسلام. كان يا مكان في قديم الزمان، ولا يحلو الكلام الا بذكر العزيز الرحمن، وبالصلاة والسلام على خير الانام. منذ زمن بعيد في مكان ما في افريقيا، وبالقرب من احد الانهار، ولدت في ليلة مكتملة البدر فتاة سميت مارا. كبرت مارا الجميلة، وحين بلغت سن الزواج تقدم لخطبتها فتيان القرية والقرى القريبة والبعيدة، لكنها لم تقبل ايا منهم ولم تخبر احدا باسباب الرفض ومواصفات القبول، فصارت لغزا يحير العقول. كان لمارا اخ صغير اسمه شان. بلغ شان العاشرة من العمر وبقي متعلقا بمارا لا يفارقها، وكان يفرح حين ترفض الزواج لانه يريد البقاء معها. سألها مرة بينما كانا يتنزهان قرب النهر عن سبب رفضها للزواج، فتلفتت حولها لتتأكد ان احدا لا يسمعها، وهمست له بسرها: لانني انتظر فارسا قويا ووسيما يأخذني معه الى بلاد جديدة. حزن شان وبكى لان مارا تريد السفر. لم يهدأ الا حين وعدته بان تأخذه معها اذا سافرت. وفي يوم ستذكره القرية الى الابد، اطل فارس وسيم فوق حصان ابيض، لحسن وجهه وقوامه هب النسيم. فتجمع اهل القرية حوله مندهشين، ترك الجميع في حيرتهم وتقدم نحو منزل مارا، وربط حصانه الى جذع شجرة تحت نافذة غرفتها. اطلت مارا من النافذة ورأت الفارس فأحب
هبته من النظرة الأولى، وحين لمحت في يده عقدا من العاج تمنت أن يقدمه لها ويطلبها للزواج. اقترب الفارس من مارا وأنشد الشعر معبرا عن حبه لها ورغبته في الزواج بها. قدم لها العقد العاجي وقال: إن قبلتني زوجا سأخذك معي إلى بلاد بعيدة، بلاد النهر الأحمر. قبلت مارا الزواج من الفارس دون تفكير. فرح أهلها لأنها أخيرا وافقت على الزواج، لكن شخصا واحدا أصابه الحزن، هو شان، أصغر أفراد العائلة. هو الشخص الوحيد الذي لم يسأله أحد عن رأيه. في الليل اقترب من سرير مارا وهمس في أذنها لعلها تسمعه في منامها: لا تقبلي بهذا الفارس، قلبي يحدثني أنه منافق كذاب 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 كذاب. تزوجت مارا الفارس الغريب، واحتفلت القرية كلها ما عدا شان. ورغم وعد مارا أن تأخذه معها إذا سافرت، إلا أن قلبه لم يكن مطمئنا. بعد العرس قرر الفارس أخذ زوجته إلى بلاده، وطلب منها أن تعد نفسها للسفر. صار عشان هو الآخر يعد نفسه للسفر، إلا أن زوج مارا رفض وقال: إن الرحلة ستكون شاقة على طفل مثله، وأن بلاد النهر الأحمر بعيدة. لكن مارا لم تسمع. رغم كل توسلات شان ودموعه لم يغير الزوج رأيه. شان طفل يحتاج والديه، سيبكي قليلا ثم ينسى. حان موعد الرحيل، وانطلقت مارا مع زوجها على ظهر الحصان الأبيض، ومضت في الرحلة سعيدة متشوقة. أما شان فتوغل في الغابة حزينا وجلس يبكي وحده. سمعه حمار الوحش يبكي، فأشفق عليه وسأله: ما بك؟ لما تبكي؟ لأن أختي رحلت إلى بلاد النهر الأحمر. استغرب الحمار الوحشي: بلاد النهر الأحمر؟ سافرت في كل إفريقيا ولم أسمع بها إلا إذا. توقف شان عن البكاء وانتظر أن يكمل الحمار الوحشي حديثه: إلا إذا كنت تقصد المستنقع الأحمر الذي يعيش فيه التنين الشرير. حين سمع شان هذا الكلام ركض بأقصى سرعة لعله يلحق بمارا ويعيدها. ركض وركض وركض، ثم وقف يلتقط أنفاسه وفكر أن أخته لن تصدقه وأن زوجها سيعيده إلى المنزل. لذلك فكر في خطة أفضل. شعرت مارا بعد ساعات من السفر بحركة خلفها، التفتت لترى من يتبعها، فوجدت سربا من الفراشات لا أكثر. وصل الفارس ومارا إلى بحيرة، فطلب منها أن تستريح عند ضفتها ريثما يذهب لإحضار الطعام. ما إن صارت مارا وحدها حتى حدث ما ليس في الحسبان. صارت مياه البحيرة الحمراء وخرجت منها فقاقير ساخنة، انطلقت النيل ضخم من بينها. حاولت مارا الهرب لكنها وقعت، فراح التنين ينفث النار حولها. حاولت مارا الاستغاثة بزوجها ولكن التنين قال: ألم تعرفيني يا مارا الجميلة؟ أنا زوجك، حولت نفسي إلى ذهب.
فارس وسيم كي أنتقم منك. سألت مارا خائفة: لما تنتقم مني؟ أنا لم أراك من قبل. لما يريد التنين الانتقام من مارا؟ لا أدري، أنا أيضا أتساءل مثلكم. حسنا حسنا، سأخبركم. نعود ونكمل حكاية لا تكتمل إلا بإصغاء الأحباب ولهفة الألباب. وكما طرحت السؤال سأعطي الآن الجواب. أجاب التنين الشرير: هل رأيتني؟ كنت أتذكر في أشكال مختلفة وأتقدم لخطتك وترفضينني، ولكن نجحت أخيرا وأوقعت بك لأن أحد الأفاعي سمعت بك تهنسين بأمنيتك لأخيك وأخبرتني. سأنام لأخبر رفاقي بنجاحي في مهمتي، وبعد أيام سأعود لآكلك. لا تفكر في العرب، لأن الغابة والبحيرة مليئة بالثعابين المفترسة التي تعمل عندي، وقد أمرتها أن تخنقك إذا غادرت بالفضل المحيطة. اختفت النيل في البحيرة وعادت المياه راكدة. تدعو الله أن ينقذها، ثم سمعت صوتا يناديها: مارا أختي مارا. التفتت فرأت النبتة المزينة بالفراشات، ورأت شان يخرج منها. حضنت مارا أخاها وقبلته وشكرته لأنه تبعها. بعد البكاء والعتاب فكر شان ومارا في طريقة للتخلص من التنين، ثم أقبلت الثعابين فاختبأ شان في نبتته كي لا تراه. وضعت الثعابين الفاكهة اللذيذة أمام مارا ورحلت. فاستغربت الفتاة من تصرفها. مضت 3 ليال والتنين لم يظهر، ومارا وشان لم يجدا طريقة للنجاة. أما الأفاعي فاستمرت في إحضار الطعام، فاضطرت مارا وشان الجائعان إلى أكله. وفي الليلة الرابعة بينما شان مختبئ في نبتته يصنع رماحا من الأغصان، سمع ثعبانا يقول لرفاقه: هيا نجمع الفاكهة للفتاة كي تصبح ثمينة كما يحب التنين. أسرع شان نحو مارا وقال: التنين يحب أن يأكل الأجسام القوية، فإذا تظاهرت أنك مريضة سيتركك تعيشين، وبعدها نخفض الهرب. ولكن كيف؟ نلصق جسمك بالوحي والورق، وحين يأتي ترتخين وتهنين. في اليوم الخامس ارتفعت حرارة مياه البحيرة، وخرجت الفقاقيع الحارة، فاختبأ شان وتمددت مارا مدعية المرض. خرجت تهنين من البحيرة ليأكل مارا، فوجدها هزيلة مريضة، فقال مهددا: سأتركك يومين لتتعافي وأعو. بعد يومين تكرر الأمر، وعد التنين أن يعود لاحقا، وظل يؤجل ويؤجل ويؤجل حتى حل الشتاء، وصارت الليالي باردة، وأصبح عند شان 100 رمح. وذات ليلة مظلمة باردة أيقظ شان أخته مارا: هيا نهرب، الثعابين نائمة تحت التراب هربا من البرد. حمل شان رماحه فوق ظهره ومشى مع أخته بحذر بضع خطوات. فجأة ظهر التنين أمامهما، أصاب الرعب مارا وكادت تفقد وعيها، لكن أخاها الصغير أخذ رماحه وثبتها في الأرض.
قدم السنين نحوه غير منتبه للرماح، فاخترقت بطنه. صاح السنين من الألم ووقع أرضا، وبثقل وجهه لم يستطع أن ينهض، فركض الأخوان بسرعة. بعد ساعات وصلا إلى القرية وأخبرا الجميع بما جرى. صار شان بطل القرية الصغير، أما مارا فتزوجت فارسا طيبا من قرية مجاورة، وسكنت معه في قريتها بالقرب من بيت أهلها، وكانت إذا سافرت مع زوجها تأخذ شان معها دائما. شان يا ما كان في قديم الزمان، ولا يحلو الكلام إلا بذكر العزيز الرحمن، وبالصلاة والسلام على خير الأنام. بالقرب من شاطئ بحر الشمال عاش رجل اسمه جيمس مع زوجته دورا في هناء ووئام، واكتملت سعادتهما بقدوم طفلتهما الجميلة سارة التي ولدت في أول يوم من العام. كان الجو باردا والثلوج تنهمر بغزارة. خرج الوالد إلى الحديقة لإحضار الحطب ليؤمن لابنته المزيد من الدفء باللهب. في الحديقة لاحظ السيد جيمس أن شجرة السرو الكبيرة تهتز بشدة مع الريح، ثم سمع صوت امرأة تصيح. وحين اقترب من الشجرة رأى امرأة عالقة بين الأغصان تضع على كتفيها عباءة رمادية وبيضاء. كان شعرها رماديا غزيرا وعينها تلمعان كالبرق في السماء. أخبرته المرأة بأن اسمها ريح الشمال، وأنها في طريقها إلى بلاد جديدة، ولكنها علقت بين هذه الأغصان، وإذا لم تبتعد في الحال فستظل العاصفة تهب في هذا المكان. ساعد السيد جيمس ريح الشمال على الخروج من بين الأغصان المتشابكة، وحين أطلقها شكرته على مساعدته وسألته أن يطلب منها أي شيء عرفانا بجميله. قال السيد جيمس إنه لا يحتاج إلى شيء، فزوجته أنجبت للتو طفلة جميلة اسمها سارة. فكرت ريح الشمال قليلا ثم أخرجت من جيب معطفها سلسلة فضية فيها خرزة شفافة غريبة لم ير السيد جيمس مثيلا لها. قالت ريح الشمال: سأهدي سارة عقدا من حبات المطر. أعطت العقد للسيد جيمس المذهول، فلشدة جمال العقد لم يعرف ماذا يقول. عقد من حبات المطر؟ معقول؟ ابتسمت ريح الشمال برقة، لكن ابتسامتها كادت تطير السيد جيمس، فتوقفت عن الابتسام وقالت: كل عام سأزور سارة في يوم مولدها وأهديها قطرة مطر تضعها في العقد. كل قطرة ستعطيها ميزة جديدة، الأولى لن تسمح للمطر أن يبللها، والثانية ستجعلها لا تمرض أبدا بالرشح والزكام، والثالثة ستجعلها تحرك الأمواج بإشارة من رأسها، أما القطرة الرابعة فستمكنها من تحويل صوت الرعد المخيف إلى صوت لطيف، ومع القطرة الخامسة ستبعد الصواعق، ومع القطرة السادسة ستتمكن من إيقاف المطر إذا صفقت مرتين بيديها، ومع القطرة السابعة ستجعل المطر ينهمر حين تصفق ثلاث مرات. كان شرط ريح الشمال الوحيد هو ألا تخلع سارة العقد من رقبتها أبدا، وإلا أصابها مكروه. توالت الأعوام وكبرت سارة، ومع كل عام كانت ريح الشمال تهدي سارة قطرة مطر تعلقها في عقدها الفريد الذي لم تخلعه أبدا. حصلت سارة على الكثير من الأصدقاء
بسبب عقدها الفريد. الأولى هي الفأرة التي كادت تموت رعبا وخوفا من صوت الرعد، فساعدتها سارة بأن حولت صوت الرعد إلى أنغام رقيقة. والثانية هي الفقمة التي حررتها سارة من شبكة الصياد على شاطئ البحر بأن حركت الأمواج بإشارة من رأسها. والنورس الذي ساعدته سارة بعد أن كسرت الريح جناحه فعالجته وأطلقته في الفضاء. حين التحقت سارة بمدرسة الحي نالت محبة معظم زملائها. في الشتاء كانوا يطلبون منها أن تجعل المطر يتوقف حتى يخرجوا ويلعبوا في فناء المدرسة. كانت تصفق مرتين بيديها فيتوقف المطر ويلعب الأولاد كما يحلو لهم. وفي الصيف كانت تحرك الموجة ليمرح الأصدقاء وهم يسبحون. لكن فتاة اسمها جولدا كانت تغار من سارة وتحسدها على عقد المطر المميز وعلى محبة الآخرين لها. لذا ذهبت جولدا إلى المعلمة وقالت لها إن سارة ترتدي عقدا وهذا مخالف لقوانين المدرسة. طلبت المعلمة من سارة أن تخلع العقد عند الدخول إلى المدرسة وتضعه في صندوق الأمانة ثم تسترده عند نهاية اليوم الدراسي. تسللت جولدا إلى غرفة الأمانة وسرقت العقد في وقت الفسحة. في نهاية اليوم اكتشفت المعلمة اختفاء العقد فبحث جميع أصدقاء سارة عنه لكن أحدا لم يعثر عليه. كيف ستعثر سارة على عقدها؟ وماذا ستقول لريح الشمال ووالدها ووالدتها؟ هل فقدت قدراتها إلى الأبد؟ نعود ونكمل حكاية لا تكتمل إلا بإصغاء الأحباب ولهفة الألباب. وكما طرحت السؤال سأعطي الآن الجواب. غادرت سارة حزينة باكية من المدرسة فمرت بالشاطئ تستشير أصدقاءها الفقمة والفأرة والنواس. تذكرت سارة أن يوم مولدها قريب فحزنت أكثر لأن ريح الشمال حين تأتي لتعطيها القطرة السابعة لن تجد عقدها الحبيب. طلب الأصدقاء الثلاثة من سارة ألا تحزن لأنهم سيساعدونها في استرداد العقد. في الحال استدعت الفأرة رفاقها الفقران وأخبرتها بمشكلة سارة وسارت معها للتجول في البلدة لتقصي أخبار العقد ومعرفة مكانه. عادت جولدا إلى البيت وهي ترتدي عقد سارة وأخبرت والدها أنها عثرت عليه بينما كانت في الشارع مارة. أعجب والد جولدا بالعقد الجميل فأخذه ليبيعه في متجر للحلي. سمعت الفأرة ما دار بين جولدا ووالدها فأسرعت وأخبرت سارة. ذهبت سارة إلى متجر الحلي تسأل عن العقد فأجابها الصائغ بأنه قد باعه إلى رجل يعمل عند ملك بلاد في الجنوب تسمى بلاد النخيل. اقترحت الفقمة أن تنقل سارة فوق ظهرها إلى الجنوب عبر البحر. كذلك عرض النورس أن يسبقهما ويستكشف المكان ويدلهما على اليابسة والبرق. وبالفعل انطلقت سارة فوق ظهر الفقمة وسبقهما النورس مسرعا واتجهوا جميعا إلى بلاد الجنوب عبر المحيط. بعد ساعات من الإبحار وصلت سارة إلى بلاد النخيل وقصر ملك الجنوب. كان المكان حارا وكل شيء يابس، الأشجار ذابلة والأزهار حزينة ومحزنة
لأن السماء لم تمطر منذ سنة. رأت سارة الملك يتجول في حديقة قصره مع طفلة في السابعة من عمرها، وكانت تضع عقد المطر حول عنقها. تقدمت سارة من الطفلة وهي تصيح: هذا عقدي. أمر الملك الحراس أن يأخذوا سارة بعيدا عن ابنته الأميرة، لكن الأميرة الصغيرة أرادت أن تعرف حكاية سارة. حكت سارة الحكاية وطلبت من الأميرة أن تعيد لها عقدها قبل يوم مولدها، لأن ريح الشمال ستمنحها هذا العام قطرة مطر جديدة تجعلها تصفق ثلاث مرات فيسقط المطر. فرحت الأميرة بالخبر وأعادت العقد إلى سارة بشرط أن تعود بعد حصولها على القطرة السابعة لتمنح أرض بلاد النخيل المطر كي تنتعش وتحيا من جديد. عادت سارة إلى بلدتها الشمالية مع العقد، وحصلت يوم مولدها على القطرة السابعة، ثم عادت إلى بلاد النخيل مع والديها في سفينة خاصة أرسلها الملك إليهم. هناك صفقت سارة ثلاث مرات فتساقط المطر وارتوت الحقول وتفتحت الزهور. أما سارة فحصلت على صديقة جديدة هي الأميرة الصغيرة، وبقيت تزورها مرة كل عام وتمنح أرض الجنوب الأمطار الغزيرة. أما جولدا فقد تلقت التهنيب من معلمتها، وأحدثت ريح الشمال ثقبا في سقف بيتها، فهطل المطر فوق سريرها ولم يتوقف حتى اعتذرت إلى سارة ووعدتها بألا تسرق مرة أخرى.